الاهلي. وتعالوا بقى نروح لزميلتنا العزيزه سالة حامد اللي موجوده حاليا في فرع النادي الاهلي بالجزيره عشان تعرفنا على اخر الاخبار والمستجدات المتعلقه بالنادي الاهلي وفرقه المختلفه. يا سالة صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، وبصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. وزي ما انت قلت يا كريم، حاليا انا متواجدة داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة عشان انقلكم كل الأمور والأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرقه الرياضية. ويمكن خليني ابتدي معاك بأخبار الفريق الأول لكرة القدم، اللي النهاردة ان شاء الله عندهم مواجهة مهمة ومباراة اليوم امام إسترن كومباني في الجولة 31 من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، واللي تقام النهارده ان شاء الله في تمام الساعه 9 مساء على ملعب استاد المقاولين العرب. يمكن النهارده خليني اقول لك يا كريم انه الفريق يعني استعد بشكل جيد لمباراه اليوم، مباراه إسترن كومباني، يمكن طبعا تحت قياده مستر ريكاردو سواريش. امبارح كان المران الختامي واخر استعدادات الفريق على ملعب مختار التيتش. يمكن كمان بعد التدريب يعني قرر، او يعني كالعاده يعني الفريق بيدخل في معسكر مغلق في احد الفنادق اللي طبعا بتكون قريبه من ملعب المباراه. ويمكن يعني خلال كمان المران يعني او قبل المران عقد مستر ريكاردو وسواريش المدير الفني محاضره مع لاعبي النادي الاهلي. يمكن من خلال المحاضره دي يتكلم معاهم يعني عن العديد من النقاط، اهمهم طبعا الجوانب الفنيه والخططيه الخاصه بمباراه إسترن كومباني، وطبعا بعض النقاط المهمه في يعني مباراه اليوم، بالاخص بعض النقاط الضعف والقوه الموجوده عند لاعبي إسترن كومباني اللي لازم يركزوا عليها لاعبي النادي الاهلي طوال المباراه. يمكن يعني ده كان كله اللي موجود في المحاضره. وبعد المحاضره بدا عادي يعني التدريب لاعبي النادي الاهلي، بداوا بشكل طبيعي التدريبات، وطبعا الفقره البدنيه والتدريبات بالكره وحراس المرمى بداوا تدريباتهم ايضا بشكل طبيعي تحت اشراف مدرب حراس المرمى ادواردو لوبو. يمكن ده بالنسبه للفريق الاول لكره القدم واستعداداته لمباراه اليوم. بتمنى لهم التوفيق النهارده طبعا لكل لاعبي النادي الاهلي، وبالاخص يعني شباب وناشئين النادي الاهلي في مباراه اليوم امام إسترن كومباني في بطوله الدوري. خليني بقى اروح للالعاب الاخرى والفريق الاول لكره اليد تحت قياده مستر دانييل جوردو، طبعا المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي لكره اليد، اللي قرر انه الفريق يسافر لاسبانيا لبدء فتره الاعداد للموسم الجديد، وطبعا الاستعدادات للموسم الجديد في اسبانيا. ويمكن فتره الاعداد دي يا كريم خليني اقول لك ان هي هيكون فيها العديد من المباريات والتجارب الوديه للاعبي النادي الاهلي. يمكن كمان يعني مستر دانييل اختار القايمه اللي هيسافر بيها، ويمكن الفريق سافر يعني امبارح الفجر فجر الثلاث ووصل يعني بسلامه لاسبانيا، وكان يعني النهارده اول تدريب بالنسبه للاعبي النادي الاهلي. فخليني اقول لك القايمه اللي اختارها مستر دانييل، وهي في حراسه المرمى عبد الرحمن حميد وعبد الرحمن طه ومحمد ابراهيم، في مركز وينج رايت عمر كاستيلو وعمر سامي دحروج، وفي مركز الوينج ليفت احمد هشام سيسا وعبد العزيز ايهاب زيزو، وفي مركز الظهير الايمن محسن رمضان ومحمد لاشين، في الظهير الايسر المحترف راؤول نانتس وعبد الرحمن فيصل ومصطفى خليل، وفي المركز السنتر صانع الالعاب احمد خيري اسلام حسن كابتن الفريق وسيف هاني واحمد راضي، وفي اخر مركز وهو لاعب الدايره ابراهيم المصري احمد عادل وياسر سيف. يمكن دي كانت القائمه اللي بتضم كل لاعبي النادي الاهلي ما عدا اثنين من اللاعبين وهم مهاب سعيد وشهاب عبد الله. يمكن مهاب سعيد ده بسبب ان هو حاليا موجود مع منتخب الشباب للعبه كره اليد والمشاركه يعني في بطوله افريقيا لكره اليد، وشهاب عبد الله بسبب يعني بعض الاجراءات الخاصه بالتجنيد فمش هيقدر ان هو يسافر خارج البلاد وخارج مصر، فيعني هيكون متواجد هنا في القاهره وهينتظم يعني في تدريبات بشكل طبيعي بعد عوده اللاعبين للقاهره من اسبانيا. كمان خليني اقول لك يا كريم انه يعني فتره الاعداد دي هتكون من يوم 12 ل 23 اغسطس، وده هيكون الاول في اسبانيا، وبعد كده الفريق هيسافر للبوسنه، ولكن في اسبانيا الاول هيخوض يعني مباريتين وديتين
هتكون امام اتلتيكو واودوميار كلوب، وفي البوسنه هيخوض اربع مباريات وهتكون من يوم 23 ليوم 27. ويمكن يعني خليني كمان اقول لك ان مستر دانيال يعني قرر انه الفريق يخوض يعني فتره الاعداد بدل هنا من القاهره لاسبانيا، يعني بسبب انه عايز الفريق يحتك يعني ببعض المدارس المختلفه وبالذات مدارس في اسبانيا والبوسنه اللي هي بتكون يعني على اعلى مستوى في لعبه كره اليد، بالاخص كمان انه فريق النادي الاهلي الممثل لقاره افريقيا هيشارك في البطولة القادمة إن شاء الله، هي بطولة كأس العالم للأندية سوبر كلوب، واللي هتكون مقامة في المملكة العربية السعودية. فحابب إن الفريق طبعا يظهر بشكل جيد والأداء يكون على أعلى مستوى مع باقي الفرق في بطولة كأس العالم للأندية، فقرر إنه الفريق يحتك ببعض المدارس والفرق في يعني دولتي أسبانيا والبوسنة. ده بالنسبة لفريق كرة اليد. كمان خليني أقول لك أنه فريق كرة السلة يمكن مستر أجاستي بوش المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، يعني هو حاليا متواجد في القاهرة وهيبتدي خلاص يعني التدريب بكرة أو بعده إن شاء الله بكتير مع لاعبي النادي الأهلي. ده طبعا يعني هيكون فترة الإعداد والاستعدادات للموسم الجديد وبالأخص يعني المشاركة في البطولة العربية اللي هتكون إن شاء الله في شهر أغسطس من يوم 5 ل 15 من شهر عفوا شهر أكتوبر القادم، فهتكون من يوم 5 ليوم 15 من أكتوبر المقبل. ويمكن كمان خليني أقول لك إن الاتحاد العربي لكرة السلة قرر إنه يوم 13 سبتمبر المقبل هو هيكون موعد لإجراء قرعة البطولة العربية اللي هتكون مقامة في الكويت إن شاء الله، وزي ما قلت هتكون من يوم 5 ليوم 15. فحاليا الفريق هيبتدي يعني فترة الإعدادات والاستعدادات الأخيرة للبطولة العربية، ولكن ما عدا لاعب واحد وهو المحترف والوفد الجديد للنادي الأهلي والتر هودج، يعني هينضم للفريق وللتدريبات في بداية يعني الشهر المقبل إن شاء الله شهر سبتمبر، وبعد كده يعني هيشارك مع الفريق بشكل طبيعي في المباريات القادمة وفي يعني في بداية الموسم في البطولة العربية. يمكن دي كانت يا كريم كانت كل أخبارنا النهاردة الخاصة بلاعبي النادي الأهلي في الفريق الأول لكرة القدم وطبعا جميع الألعاب الأخرى واستعدادهم للموسم الجديد. أكيد أنا معاك يا كريم لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو أتكلم عليك طبعا. كل الشكر ليك يا زميلتنا العزيزة سالة حامد على التغطية الممتازة دي كالعادة، ونسيب بقى سالة حامد في فرع النادي الأهلي بالجزيرة.